بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسم الهندسة يا شباب، عايزين نتعلم ازاي نقدر نتخيل الرسمة دي ونرسمها 3D كده مع بعض. أولا يعني لما نيجي نقف كده على الرسمة دي هنلاقيها ده مستوى واحد، يعني دول مش مستويين، ده مستوى واحد، هو كتلة واحدة كده على بعضها. بس الكتلة دي لما تيجي تحطها على السايد فيو تلاقي ان هنا في مستوى مائل، يعني ده هترسم على مستوى المائل. تاكد تماما انك لازم تشوف الرسمه دي كده في البلان على المستوى المائل بالظبط زي ما هي اهي. شايف السبعه دي؟ هي دي، هي اللي موجوده هنا، خدت بالك؟ وتلاقي المقابل ليها الناحيه التانيه لان مستوى المائل برضو موجود الناحيه التانيه. بس يا سيدي خلصت الرسمه من اولها لاخرها. طيب هنا في فويد، في فتحه. طب الفويد ده لما تيجي تلاقي الفتحه دي كده، ركز بقى كده معايا عشان تفهم التركه في الرسم. طالما ده خط مايل يبقى لما تيجي في البلان لازم تلاقي ان ده هيجي في على خط، وده على خط، وده على خط. يعني ايه؟ يعني هقول لك يا سيدي، صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي حطيت ده على الجنب ده كده، فلما اجي ابص عليه بقى من تحت يعني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ شايف كده الخط ده؟ سابق ده، سابق ده، سابق ده، مش دول أربعة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، هما الأربعة دول والله. واحد اتنين تلاتة وأدي الرابع. عرفت إن الرسمة خلصت؟ عرفت إزاي تقرأ الرسمة؟ يلا بينا نروح نرسم الرسمة دي مع بعض كات 3D. يلا بينا، يلا بينا، هاتها كده على جنب. بعد كده تعالى لي بقى هنا بعد إذنك كده، هات لي شوية الدايمنشن دول كده، هعملهم ديليت بعد إذنك يعني. بعد كده هاخد دول كده واروح اعملهم كده 3D روتيت. عايز ايه؟ 3D روتيت، اختارهم هم مش موجودين. طيب هم دول وهاتهم كده في 3D. بس اعمل لهم موف هاي النقطة دي على النقطة دي بالظبط كده. يعمل بقى ده روتيت، روتيت عادي اهو. بعد كده اعمل له موف، بس شفت الرسم سهله ازاي؟ تعالى كده تخيل، تخيل معايا، تخيل، تخيل معايا. عارف انك زهقت من كلمه تخيل دي، بس معلش تخيل. اها شايف المستوى ده؟ هو الحته اللي فوق، شايف المستوى ده؟ هو اللي فوق ده. طيب عشان بقى نتخيل صح، هات لي الرسمة دي كده على جنب، وهات لي دول بقى كده وارسمهولي. حاضر يا باشا، ايه المشكلة يعني؟ انت بتهددني؟ بص يا سيدي، انا لو شلت الاتنين دول كده عن بعض، شلتهم خالص تمام، ورحت رايح عامل حاجة حلوة جدا، ورحت رايح رابط المستويات دي ببعضيها كده، ورحت رايح رابط المستويات دي ببعضيها كده، تمام، ورحت رايح ماسك الكتلة دي، قلت له الكتلة دي، مالك يا ابني؟ مالك يا ابني؟ دول كده مع بعض كلكم، كلكم مع بعض كده، ايوه كده. بس هاتهم بقى كده اكسترود اي اكس تي، وهات الكتله دي للاخر لغايه النقطه دي ماشي، وهات لي الكتله دي للاخر لغايه النقطه دي تمام. طبعا انت لما تعمل كده هتلاقي ان انت ما انتش فاهم حاجه تمام. شايف الكتلتين اللي هم داخلين في بعض دول ماشي؟ ربنا يهديهم. تربطهم ازاي؟ تروح رايح هنا عامل امر اسمه انترسكت، تختار الكتلتين، الكتلة دي والكتلة دي، وتقول له سبيس. بس يا مؤمن، شايف الرسمة؟ شايف السهولة؟ شايف البساطة؟ الموضوع ما فيهوش أي حاجة صعبة خالص يعني. أنا مصدقك، عايزك بس إيه؟ تتخيل. طول ما أنت بتتخيل، طول ما أنت بتوصل، مرن دماغك، ده تمرين للدماغ. والله أقسم لكم بالله مع الزمن ومع الوقت هتعرفوا فائدة إنك تمرن دماغك، عشان الواحد دماغه بتكسل وبتقف
وما بيبقاش قادر يشغلها بعد كده، ودماغه بتصدع من كتر ما لما هو بيريحها يعني ما بيشغلهاش، فشغلها ما تريحهاش. ماشي، بس بهزر معاك لغاية ما ايه، لغاية ما اجيب البتاع دي كده عشان يبقى شكلها حلوة. بص يا سيدي، هنا color face، الفيس ده هو ده فيس الملك اللي انا هلونه باللون لازم. تمام. هات لي بقى اللي هو المفروض احمر يعني، هنا انا لونته باللون الازرق ده ليه؟ عشان هيبان في مسقطين، هيبان في البلان وهيبان في الاليفيشن. هات لي المستوى ده، هديله بقى ده لون اصفر، واللي تحتيه هديله لون احمر. هو مش ده يا ابني الفيس ده؟ ايوه ده، هات ده كده باللون الاصفر، وهات لي المستوى اللي تحتيه ده، ايوه ده، اعمله لي باللون الاحمر. كتر خيرك يا باشا. هات لي بقى البلانات، اللي فوق ده بلان، واللي فوق ده بلان، واللي فوق مش ده، ده بلان. التلاتة دول بلانات خلاص. وخد بالك بقى من التركات، عشان هي مجموعة تركات مش تركة واحدة. بص كده، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش ده خط ده مايل، يبقى ده هيظهر عليه. طيب خلي بالك بقى، مش ده كمان مايل؟ يعني في اتنين ميول داخلين جوا بعض، عشان كده الرسمة فيها فكر. طب ما تيجي نبص على الرسمة كده، بص المنظر ده كده لما تيجي تجيبها في البلان. هي الفكرة كلها في البلان، انت اصلا مش واخد بالك. هي التركة كلها فين؟ في البلان يا باشمهندس. اهو شايف المستوى ده، هي عشان نزلت على الميل فجت بالشكل ده كده. بس كده، شايف المنظر الازرق ده، شايف المنظر الاصفر ده، اهي اهي. خدت بالك؟ طيب خدت بالك ان تحت هيبقى فيه اتنين داش، اللي هو بتاع الخط ده من تحت، يبقى الخط ده من تحت هيبقى ايه؟ هيبقى داش. فهمت الفكرة ولا لسه؟ طيب صليت بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بكده نكون هنا الفيديو بتاعنا دوت، وتعالوا بقى نروح نرسم المساقط ونظبط الأداء ونتوكل على الله. يلا بينا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعى تنسى تساعدني في نشر الفيديوهات، وأي سؤال عندك ابعتولي على الواتس. سلام يا شباب.